السلام عليكم. ولا فايز ولا حفظ. الله يسعدك. الحمد لله على السلامة. الله يسعدك. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحدا أحدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه مولدا ومحتدا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ليوث العدى وغيوث الندى صلاة وسلاما من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. صلى الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الفرش أن يجمعنا أخرى في جنته تحت العرش. الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه كله يوحد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالعبد بذكره لربه بصلاته بتوحيده يكون متناغم مع هذا الكون. أما إذا الإنسان ابتعد عن ذكر ربه عن طاعته عن صلاته وتوحيده يكون شاذ عن هذا الكون، لأن الكون كل ما فيه من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض كله يوحد الله عز وجل. الشيخ الألباني قال كلمة جميلة، قال طريقنا إلى الله عز وجل طويل، ولكن لا يشترط أن نموت ونحن في نهاية الطريق، أو لا يشترط أن نصل إلى نهاية الطريق، المهم أن نموت ونحن على الطريق. وهذا من رحمة الله عز وجل، يعني الطريق إلى الله الطريق في توحيده وسنته يحتاج من الإنسان ثبات. ومما يثبت الدعاء، وما أعظم الدعاء، إذ هو السلاح الذي لا يرد، والوقوف بين يدي الله انطراحا وتذللا هو الذي يكسب العبد السير الصحيح إلى الله عز وجل. ولا تتصور أبدا في أي حال من أمر دنيا وآخرة أن يديك قبل رفعها كيديك بعد رفعها بالدعاء، يستحيل أن تكون اليدين بعد الرفع بالدعاء كاليدين قبل الرفع من الدعاء، كانت صفرا خائبتين وبعد أن رفعتها قد امتلأت خيرا ونورا وعطاء. ترى هذا الخير أم لم تره؟ ترى الحكمة أم لم ترها؟ ترى النتيجة أم لم ترها؟ هذا ليس بيدك لكن ستراها. مما يثبت كذلك على الطريق الرفقة الصالحة، والإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وضعيفان يغلبان قويا فخذها بقوة. كذلك مما يثبت قراءة سير السلف، لأن الإنسان يرى المعاناة التي كانت معهم ويرى صبرهم وثباتهم. كذلك مما يعين وهو من أعظم المثبتات بعد ما يأتي الإنسان بالفرائض النوافل من ذكر وصلاة وصيام، فإن النوافل سياج يحمي الفرائض. لأن الإنسان مثلا لو بعد كل صلاة يأتي بالأذكار، يقول ابن القيم فمحافظتك على الأذكار وعلى النوافل الرواتب مثلا القبلية والبعدية، لو هاجمك الشيطان وأراد أن يفت في عضدك وين يضعفك؟ يضعفك على النوافل. لكن لو كان أنت ما تحافظ إلا على الفرض، لا تأتي بنوافل، لو هاجمك الشيطان سيضربك في مقتل يأتيك في الفرض، يعني مثل السياج. لو دخل الآن مثلا عندك بيت في حوش، لو دخل غبار إلى الحوش إن أخرجته تمام، لكن إن لم تخرج هذا الغبار من الحوش بكرة لو هبت ريح هذا الغبار الذي كان في الحوش سيلج إلى البيت. كذلك الوسوسة الشيطان تأتي في الصدر، إن أخرجته بذكر الله وطاعته خرج، وإن لم يخرجه الإنسان ولج من الصدر إلى القلب. لذلك يوسوس في الصدور، من رحمة الله أن الشيطان لا يوسوس في القلب مباشرة، كأنه الحوش هذا الفناء في هذا الصدر الكبير، إن طردته بذكر الله خرج، إن لم تطرده بقي قريبا من القلب، فإن وسوس مرة أخرى ضرب الإنسان في مقتل. من أعظم المثبتات هي هذه الصلاة، وكيف تطيب حياة عبد لا يصلي لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يحفظكم جميعا. موسم الخير أتى. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.